لا 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 هيطلع ازاي؟ اطلع بسرعة، اطلع بسرعة، اطلع بسرعة 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 بسرعة. يا نهار اسود، يا لهوي انا تعبت، انا تعبت قوي. يا رب بقى ما يكونش فيه تاني بقى من الحاجات دي، مش عايز ايه. هنركب البتاع ده فين؟ هنا؟ يا رب يكون هنا اهو. الحمد لله، تمت المهمة بنجاح. بعدين وبعدين المخطط وارجع اتنين ولا ايه؟ يا عم خلاص انت عجبهم لي، هما بينوروا لمبه لمبه. هي هترجع الحمد لله بقى، يعني هي بقى مع نفسها، عشان انا مش هرجع انا في وسط الهبل اللي بيحصل ده. ماشي. المدينه كده، المدينه دي كان المفروض ان هي تبقى حصن يعني بيستخبوا فيه بقى، مش عارف من ايه بصراحه. ماشي. ماشي 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 ماشي. دي قصه كبيره قوي. طب احنا هنرجع لمومو تاني. ماشي، بتاع ده جامد أوي. يبقى وأنا كنت فوق كله، بس المبنى الدنيا بتضلم ليه؟ بتضلم ليه؟ بخاف من الضلمة أنا قلت. ماشي، مومو مومو إيه ده؟ أوتسايدر. ماشي، هو مش مومو كان هنا؟ النود فعلا بيقول لي ايها الاوتسايدر الصغير، او قريت لو بتقرا النود دي فده معناه ان انت لسه عايش. ماشي، انا خدت شويه حاجات وديتها البار. تمام. هو بيقول لي بقى ايه؟ تعالى قابلني بقى. فين؟ تعالى قابلني في البار ده اللي انا بودي له شويه حاجات. انا قفلت الايه؟ قفلت الشباك، بس ما تقلقش يعني، ما تقلقش، الشفره بتاعت الشباك سهل. اللي انت شايفينه ده بقى هو الشفره، بس ندوس نيكست. انت شفت الشفرة يا جدعان؟ الشفرة سهلة فعلا يعني، ما شاء الله. بس انا في حاجة هنا كمان نفتكرها. افتكر يا عم افتكر، بس استنى عشان نشوف حوار الشفرة ده. هو الشباك، ماشي، هو الشفرة ايه ده بس كده؟ فاكر ان احنا هندور على شفرة بقى بجد الكلام ده. فين بقى البار؟ ناخد البتاع دي هتوصلنا. ماشي، قعدنا نتنطط شوية تنطيط حلو. نشوف بقى اللي يحصل. البار بقى من فين؟ البار مش من اي اتجاه من الاتجاهات. ايه ده؟ ده ماما. تعالى يا اسطى، ده ماما. هي اطلع على جنبك. يا عم طلعت بيعملني على انه قدام. سؤال، كان احنا ركبناه فوق في المبنى الكبير ده، ده جهاز ارسال. هو دلوقتي قاعد بيكلم واحد صاحبه فوق جهاز الارسال ده، او مش من فوق، معرفش بيكلمه من فين يعني. ماشي، طبعا انا بعمل اسكيب للكلام ده، يعني كده كده هنخلص هنشوف الروبوت هيقول لنا نعمل ايه ونعمل ايه ونروح. انا مش هقعد الله بعد بس عشان ينجز. هو الموضوع ده يقول لنا هنعمل كذا، هنعمل كذا. ماشي، هنمشي ورا مومو اكيد طبعا. ثواني على مومو، على في حاجة. طيب، موظف الشهر، موظف المثالي في المكان ده. يلا يا عم استنى كده مومو، في حاجة هنا. ماشي، استنى مومو انا جاي. استنى انا مش شايف حاجة مومو، تعالى بالله عليك ساعدنا مومو. مومو يا عم بتاع دي خلتني الاتجاهات معكوسة. استنى، طب اشيلها ازاي؟ بس اتشالت الحمد. نق 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 نق. ايوه يعني احنا لسه هنعمل ايه في ايه؟ اخش انا افتح لك. ماشي يا اسطى، هو ده؟ ايه يا اسطى؟ ما تخافش ما تخافش، ده انا ده انا 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 يا سلام. خد يا اسطى. ايه؟ اي حاجة طيب هنا ممكن مثلا تفيدنا بحاجة طيب؟ مفروض ايه بقى؟ هي اكيد ما وقعتش على الفاضي. طب استنى، احنا ممكن نوقعهم كلهم يبقى فيها واحدة بقى وراء حاجة؟ ماشي.
تايم ويل تيل، الوقت هيقول لنا ايه بقى. هنستكشف نستكشف بس النقعة دي كمان، مراجع النقعة دي كمان. أسأل مؤذي. أوه ايه يا اسطى الباسورد؟ طيب خد لنا ايه الباسورد. انت ما عندكش اي فكرة الباسورد ده ايه؟ ماشي طيب سيبنا بقى. طيب اوكي يا جدعان يا جدعان، لو الماجي طلع صح انا عبقري بجد والله. انا دلوقتي الساعات كلها العقرب الكبير واقف عند 16، العقرب الصغير واقف عند حاجات مختلفة، يعني مثلا 2 او الساعة 2 5 1 1. تعال نجرب 2 5 1 1 2 5 1 1. طيب 2 5 1 1. والله العظيم فنان عبقري والله، والله ما بينسى الكلام. ايه بقى الأوضة دي بقى؟ يا اسطى يعني انت عايش هنا وعمرك ما شفت الأوضة دي؟ ايه ده؟ تمام ماشي. ايه ده يبقى جواها حاجة؟ مجوهوش حاجة؟ مستحيل، أنا عطلان يا جدعان، أنا عطلان. طيب الصندوق ده كمان مقطع، يا ريت يبقى جواه حاجة بقى. في حاجة يا اسطى، لقينا حاجة. وين دي؟ ماشي يا اسطى هنعمل بيها ايه طيب؟ ماشي نعمل ايه بقى دلوقتي؟ وراه ماشي. صح، ده مو بره، عارف افتح له الباب. انت بتطردني يعني بالشياكة يعني؟ اذا مو راح فين؟ طيب قول لي استنى هنعمل ايه؟ طيب البتاع اللي احنا لقيناه ده عايزين نصلحه، نصلحه فين بقى؟ يقول لك ايه يا اسطى، تعالى كده نشوف الراجل ده، متعرفش البتاع دي بتتصلح فين؟ متعرفش أي حاجة، أروح البور، البور كان فين؟ هو قال لي دلوقتي روح للبور، تقريبا هو ده صح؟ بس طيب، تعرف أي حاجة عن ده؟ بارتندر. ماشي خش على البارتندر. تعالى يا اسطى ماشي خد. بقول لك ايه، تعرف اي حاجة عن ده؟ انا عارف ان هو حلو وكل حاجة، عايز بقى. ماشي اليتو، هندور على واحد اسمه اليتو، المكتب بتاعه ماشي عند جراند مار. ليتو استنى نشوف الوقت اللي بتقول لنا ايه. جراند مول كلوزين، ايوه ده اللي احنا عايزينه. هو ده ليتو. بس تعالى افتح عمي. نيتو متخافش يا اسطى، ده على الأنت نيتو.
انت قليت الكود يا استاذ، عايزين نصلح ده. طب يعني دلوقتي ليتو بيقول لي مش هقدر اصلحها لك عشان بردان، هات لي بطانية. انا هجيب لي بطانية منين طيب دلوقتي؟ ثواني، بطانية دلوقتي اقرب حاجة ممكن اجيب منها بطانية بعدين لبسي. خبش 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 خبش، افتح. ما فيش بطانية. طيب هي دلوقتي ممكن تعمل لي بطانية، بس احنا عايزين نجيب لها سلك الكهرباء، مش عارف اجيبها منين. افتكر يا عم، افتكر قبل كده، افتكر بس ازاي من او منين يعني نجيب سلك الكهرباء ده. ماشي، احنا ممكن نلعب بلياردو. احنا ممكن نلعب بلياردو فعلا. استنى، انا عايز ادخل الكرة. طيب فين بقى بارتنر اسمه ايه ده؟ هنا هو ده. هو ده، هو ده اللي انا عايزه اصلا. طيب دلوقتي عايزين نروح المغسلة عشان نجيب حاجة للراجل ده، عشان يدينا السلك، عشان يديلي الست، عشان تعمل لنا بطانية، عشان يديلي الواد اللي أنا نسيت اسمه، علشان يصلح لنا أنا تعبت. بس كده يا شباب بقى، نكون خلصنا الفيديو النهاردة ده. احنا قعدنا نشتغل كتير أوي يعني، حاجات غريبة، عمالين ندور على حاجات من ده ونجد ده وبتاع. أنا عايز أروح، أنا عايز أروح من هنا. بس كده يكون بقى الفيديو ده خلص. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش إن تعملوا لايك وتشتركوا لو مش مشتركين بقى، عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.